كذلك الخوف لا نخاف إلا من الله. 同样，关于惧怕，我们只惧怕了。لأن الله سبحانه وتعالى إذا خفنا من الله خاف منا كل شيء. 一旦人只害怕了，那么万物都会害怕的。لا نخاف من الجن. 我们不害怕精灵。لأن الجن عباد. 因为精灵也是奴仆。ماذا نصنع؟ 我们应当怎么办？ نخاف من الله. 我们只害怕了。ثم ندعو الله سبحانه وتعالى. 我们只祈祷安了。أن يبعد عنا الجن. 我们应当避开精灵的同伴。بأن نقول. 如同我们说。هذا الدعاء. 这样的祈祷。دعاء مختصر. 一个简短的祈祷。لكن هذا الدعاء المختصر إذا قاله الإنسان لا يقربه الجن ولا يقربه أي شيء. 一旦我们学习这个读念这个读祈祷词了，那么精灵当将离我们而去。يقول. 是这样的。أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الدعاء يقوله. 这个دعاء祈祷词的意思是，我们以全美的安拉的言辞向安拉祈祷，免受一切灾害。يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر كل مخلوق الجن وغير الجن حتى الدواب الأفاعي الحيات. 安拉足以驱逐一切灾害。无论是精灵灾害还是其他的灾害。نعم. الذبح لا نذبح إلا لله يعني سواء الغنم أو الإبل أو البقر هذه لا تذبح للجن للشياطين ما نذبح إلا لله. 关于宰牲和献牲，我们只为安拉而宰牲献牲，我们不可以为任何精灵以及其他的任何被造物而献牲。كيف نذبح للمخلوق. 我们怎么可以向被造物而宰牲呢？ لأن الذبح عبادة وهذه العبادة لا تكون إلا لله. 因为宰牲献牲是一项崇拜阿拉的功修，只允许为阿拉而做。نعم. ممكن أن تكون أنت تاجر جزار تبيع اللحوم يصح تذبح وتبيع اللحوم لا إشكال. 你可以是一个这个经营肉类的商人，可以奉阿拉之名而宰这个宰牛羊驼等，而去做买卖。أما الذبح للجن، الذبح لأصحاب القبور هذا شرك أكبر. 但是有些人为精灵或为坟地里的亡人去宰牲，那么都是举办阿拉的行为。No.